ده أول فيديو ليا على قناتي على اليوتيوب عن الأكل الصحي، ده بالألماني اسمه جزوند هايت اسم. الأكل الصحي دي حاجة يمكن كل الناس اتكلمت على الصحة لوحدها والأكل لوحده، أنا هنا في الفيديو بتكلم على الأكل الصحي اللي هو الأكل مع الصحة، إزاي آكل أكلة وفي نفس الوقت صحية بنسبة 80-90%. انا هنا عامل الوجبة اللي انتوا شايفينها دي، هم هنا في اوروبا بيسموه اكل نباتي اللي هو فيجيتارش ايسن بالالماني، يعني ده زي ما انتوا شايفين اهو، جزر، كوسة، بصل اخضر، وانا بعد شوية احط فاصوليا حمراء. اوكي، لو شرحنا درجة درجة كده او شريطنا شريط، الجزر مثلا، هناخد الجزر. الجزر غني جدا بفيتامين الف اللي هو فيتامين ا، تمام، وكمان غني بالمغنيسيوم وغني بفيتامين بي وفيتامين ك وفيتامين سي وغني بالالياف. يعني الجزر لوحده مجموعة فيتامينات. اوكي، ده بالنسبة للجزر. لو قلنا مثلا بالنسبة للكوسة، الكوسة دي فيها الياف، فيها كربوهيدرات، فيها صوديوم، فيها بوتاسيوم، فيها كالسيوم. اوكي، يعني برضو الكوسة دي لوحدها يعني قيمة غذائية عالية جدا، وده مهم جدا للنظام الغذائي اليومي، ان الواحد يوميا ياكل الاكل اللي هو يفيد الجسم والصحة. الكوسة كمان فيها حديد، فيها فيتامين بي وفيتامين الف اللي هو فيتامين ا، تمام، وفيها فيتامين ج اللي هو فيتامين ج. اهم حاجه ان السعرات الحراريه اللي بتخش الجسم من الكوسه قليله جدا جدا. قد ايه؟ في كل 100 جرام 19 كيلو كالوري، يعني 19%. وفيها فيتامين سي. لو مسكنا البصل الاخضر اللي هو المكون هنا من ضمن المكونات، البصل الاخضر صحي زي البصل الابيض او الاحمر، بس الاحمر ما بينصحش ان هو ينطبخ بيه. اوكي، البصل الاخضر برضو قليل من السعرات الحرارية، وفي مكونات صحية كتير زي فيتامين اي وفيتامين سي وفيتامين بي، زائد ان فيه برضو معادن زي البوتاسيوم زي الكالسيوم زي الحديد زي البيتا كاروتين. الحاجات دي كلها صحية للجسم بطريقة خيالية. يعني لو دخلنا هنا مثلا 100 جرام من البصل فيها 12% كالورين. كالورين يعني مش مضرة للجسم، مش متعبة للمعدة، مريحة للجسم. كمية المية اللي في 100 جرام 90%، عندها 1.2 جرام بروتين، 3% دهون، 4.5 جرام كربوهيدرات، بالإضافة إلى 4.5% له تأثير كبير على الكالسيوم والحديد والصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور والكبريت والسيلينيوم. كل دي فيتامينات ومعادن موجودة داخل البصل الأخضر اللي الناس في يعني عامة مش مهتمية بيه قوي. البصل الأخضر ده لوحده أنا بسميه البصل الأخضر صيدلية لوحده. أوكي، ده بالنسبة للبصل الأخضر. البصل الأخضر كمان عنده كمية كبيرة جدا من فيتامين سي،
يعني الناس متخيلة ان فيتامين سي مثلا موجود في البرتقال او في الليمون او مثلا في الكيوي بنسبة كبيرة، موجود او ايضا بكمية كبيرة جدا في البصل الاخضر. الزيوت العطرية المحتوية على الكبريت موجودة في البصل الاخضر، لذا البصل الاخضر ريحته ما بيطلعش ريحة بعد ما بتاكله، اذا كلته بسلطة او كلته مطبوخ زي ما انا عامله كده. انا هضيف كمان شوية فاصوليا حمراء. الفاصوليا الحمراء بتتغسل كويس وتحط عليه، بس الفاصوليا متحطش دلوقتي لسبب ان الفاصوليا بتستوي بسرعة فما تتحطش دلوقتي. انا حاطط فلفل، الفلفل فيه حديد وفي الياف ونسبة الحديد في الفلفل عالية جدا. البهارات انا بحطها في الاخر. انا هحط كمان توم، التوم برضو نفاذ، بس التوم صحي الى ابعد ما تتخيل، صحي جدا جدا جدا. الاكل الصحي انت ممكن بعد ما تعمل الاكل الصحي، انا نسيت اقول مهم جدا، مهم جدا. ليه؟ لانه اولا بيريح الجهاز الهضمي في الجسم. اما الجهاز الهضمي يرتاح اذا الاكل يتهضم بسهولة ويسر. طب الاكل لما يتهضم بسهولة ويسر بيحصل ايه؟ ان المعدة بترتاح، المصران الغليظ بيرتاح، كل ده بيرتاح. امتصاص الفيتامينات والمعادن اللي موجودة في الأكلة دي بيبقى بسهولة والجسم بيستفاد منها. الأكل الصحي ده مفيد للمخ، للقلب، للدم، لسرعة دوران الدم في الجسم، مهم جدا لحاجات كتير. أنا